اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم اجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، وصامه إيمانا واحتسابا، وأدرك ليلة القدر فقامها إيمانا واحتسابا، فغفرت ما سبق من ذنبه، وسترت عيبه، وأعتقته من النار. أسأل الله جل وعلا أن يرحم كل نفس مؤمنة ما أدركت رمضان. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم من لم يدرك رمضان يا رب اجعل عيده عندك جنات النعيم. اللهم اجعل عيده عندك جنات النعيم. اللهم أبدله برمضان جنة وباب الريان يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على باب الريان، ذاك الباب الذي يدخل معه الصائمون، واجعل صيامنا يا رب قربة وجنة نستجن بها من عذاب النار، ونستجن بها من لهيب الشهوات.